انا ولدي ديتو المدرسه في شهر، في الاول شهر 9 وشهر 10 وقرا شهر 11. شهر 12 ولدي كان جالس في الدار، كان تيلعب مع اخوه، جات تلعب مع اخوه قاص خوه من اللور. قلت له انا ولدي شنو تدير هادشي؟ هادشي ما شكون اللي داو لك؟ قال لي ماما هادشي راه تيديرو الدراري، تيديرو الدراري في المدرسه. صافي انا جلست ولدي من المدرسه، تنتفاجئ في الاول ديال شهر 1 ولدي مرض، مرض بالدكتور ديالو، وقبل ما كان في المدرسه تلقى الولد صايب والدكتور ديالو حمار. صافي انا صحابي غير مرض عادي ولا شي حاجه. في الاول ديال شهر 1 الولد تنفخ وبدا تيجي جا نزيف، ديتو للطبيب، من ديتو للطبيب قالوا لي خصك تشوفي الطبيبه ديال الدراري الصغار. مشيت لعند الطبيبه قالت لي انا غنطلع الولد البلوك، غندير له عمليه على اساس بانه مرض. مين طلعاتو دبنجاتو طلعاتو للبلوك، هبطات قالت لي نقول لك لا لا، راه الولد ديالك راه عندو ما عندوش حاله مرضيه، عندو يعني حاله اغتصاب. انا ضغط، انا ولدي ما تنخليه لا تيخرج لا الزنقه، ما تيلعب في حتى شي بلاصه، من تنديهم للدار، من المدرسه انا تنديهم تنجيبهم. تفاجات قالت لي انا تنصحك تمشي للطبيبه النفسانيه. مشيت عند الطبيبه النفسانيه هضرت مع الولد، قال لها الطبيبه المدير اللي دار لي هادشي. المدير ديال اش من المؤسسه؟ روض ديال الرضا. روض رضا، روض رضا في زنقه 5 الحي، حي سيدي موسى. صافي انا ضغط ما عرفت شنو ندير. الولد درجه المصارين ديالو خرج، التقرير ديال الطبيب عنده 6 سنتيم توسع، يعني ماشي خطره ولا جوج، انا ما عرفتش. مشيت لدارت الاطباء، مشيت في اي بلاصه، الطبيب عطاتني تقرير، الطبيب عطاتني شهاده فيها 30 يوم قابله للامداد. مشيت درت شكايه في الدائره ديالنا، دفعوني لا بي جي، تم الاعتقال ديالو. من تم الاعتقال ديالو يعني تيقول لك هو انا ما تنجيش للمدرسه، والدراري تيشهدوا بان الولد المدير تيكون في المدرسه. ومن تم الاعتقال ديالو، تم الاعتقال ديالو من داخل المؤسسه. وانا تنتمنى من هذا الشيء هذا يخرج للاعلام، واي وحده عندها ولدها في هذيك المؤسسه تمشي تقلبوا وتمشي تشوف شنو كاين. حيت ملي مشيت انا وجاو الشرطه يشوف الولد ديالي فين تم الاغتصاب ديالو، لقيت الناس متضامنين معاه، هو متضامنين مع المدير، متضامنين مع المدير، الناس خفانين، اللي تيطيح اللي كل واحد شنو تيقول. انا ما تنقولش انا المدير، ولدي اللي قال المدير، ولدي اللي عطى التفاصيل كيفاش تم الاغتصاب ديالو. ودابا الولد ما نجحتلوش العمليه الاولى، وباقي عندي العمليه الثانيه، وباقي المسران ديالو خارج، وباقي ملي تيدخل الطوال تنلقى معاه صعوبه، والولد تعصب ولا تيضرب، ما بقيتش نقدر نهضر معاه، ولات الحاله النفسيه ديالو صعيبه صعيبه. انا تنطالب بالحق ديال ولدي ما يطيحش. انا الحمد لله السلطه واقفه معانا، وسيدنا الله ينسى الله ينسى، والله ياخذ، الله هو اللي تياخذ لينا حقنا، الله ياخذ حقنا، الله ياخذ. انا تنطالب من كل ام اللي وليداتها تيقراو تمشي تقلبهم. دابا المدير قال لي انا عاش، داني البيو وما خد، داني الدار فوقني، فوق المدرسة. شحال من مرة؟ واش مرة وحدة ولا جوج ولا ثلاثة؟ جوج الخطرات. اللي شي واحد ضربك، الا قلتيها لشي واحد غادي يضربك، وكان ديما تيقول لك الا قلتيها لشي واحد غادي يضربك. وانت ما قدرتيش تقولها لماماك؟ علاش ما بغيتيش تقولها لماماك؟ خصك تدوي وياه، خفتي الا ماماك لا تدز مع المدير. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.